السلام عليكم احلى متابعين قناة كازانوفا. النهاردة هاخدكم في جولة لأتيلي برايد هاوس في بيانكي شارع المنصور. ده المكان اللي احنا هنصور فيه، وده شكل البرج من بره. وهنخش دلوقتي نتفرج على الفساتين ونشوف العروض الموجودة عندها. عندها عروض حلوة جدا، عروض بمناسبة رأس السنة الجديدة، سواء على الفساتين الزفاف او السواري او الهاي سواري. عنوانهم يا جماعة موجودة في اسكندرية للعجم البيطاش، بيانكي شارع المنصور مقابل دجاج كنتاكي برج التقوى، بجوار مدرسة سمارت اللغات. وهسيب لكم الأرقام في الوصف للتواصل ولينك البيج الموجود على الفيس. مواعيد العمل بتاعتهم من الساعة 2 للساعة 10. دلوقتي هندخل وهنشوف مع بعض السواري والهاي سواري خاصة بالخطوبة، ونشوف العروض عليها. الفساتين عندهم هنا بتبدأ يا جماعة من 300 ل 350 بالنسبة للفستان الصقر الخاص بالخطوبة، والمنفوش من 500 بدل 700. تعالوا نشوف مع بعض الفساتين الخطوبة السواري والهاي سواري. ده أول فستان، فستان شكله رائع، تطريزه أروع. الفستان ده من تجريه على حقيقة، إن معلش الإضاءة والتصوير مش جايب اللون بطبيعته. الديل بتاعه تحفة، وفي اللبس رائع رائع. ودي الألوان التانية من الفساتين، الشغل عليها جميل جميل جدا، التطريز فيها حلو قوي. التفصيلة بتاعته رائعة، ده الاستنشن بتاعه. ألوان تانية، على الطبيعة يا جماعة الألوان دي أحلى بكتير من تصوير الفيديو. فستان الاستنشن بتاعه برضو رائع. الشغل اللي عليه تحفة تحفة بجد. الفساتين دي كلها بالمناسبة كلها جديدة أول لبسة. ده الفستان الروعة بتاع بناتنا الحلوين، فستان كاتب الكتاب، لونه حلو قوي، تطريزه جميل جميل جدا، فستان شيك وسامبل. وعيد تاني ان كل الفساتين الموجودة دي كلها جديدة واول لبسة. ده اللون الاسود، طبعا احنا عارفين اللون الاسود ده ملك الالوان في لبس السهرات. في منه 3 ألوان تانية هتشوفوهم في الفيديو قدام. الشغل بتاعه حلو، تفصيلة وقصة حلوة. في اللبس شكله رائع، الخامة بتاعته حلوة جدا، التطريز كمان جميل، اللون ده روعة جدا جدا. الشغل بتاعه حاجات
المنفوشة أو الساق، سواء ده أو ده، في اللبس رائعة طالما لون الفستان حلو، الشغل عليه حلو، بيناسب أجسامنا كمان يعني. ده جميل، شغله حلو جدا في الطبيعة، حلو جدا جدا كمان، ربنا يسعد ولادنا كلهم. اللون ده في الحقيقة ولا أروع، اللون ده في الحقيقة روعة جدا، سواء تطريز أو شغل أو خامة، رائع، لونه رائع على غير الفيديو. بعتذر إذا كان لون التصوير أو اللون في التصوير مش واضح بطبيعته الحقيقية، بس فعلا الفساتين على طبيعتها فوق رائع. فستان أحمر ده كمان بناتنا الحلوين بيحبوا اللون الأحمر، اللون حلو، فستان حلو، خامة والقماشة حلوة جدا، شغله رائع. طبعا عشان الفستان جديد فبيديك روعة في الشغل وفي اللبس وفي كل حاجة، يعني بأول لبسة للفساتين دي كلها. دول يا جماعة الثلاث ألوان اللي قلت لحضراتكم عليهم، اللي هما بتاع الأسود ده منهم الثلاث ألوان أهو، وادي الفستان السيلفر. فستان السيلفر ده في الحقيقة تحفة تحفة تحفة، مش ممكن مش ممكن الجمال، بجد جميل جميل جدا. مهندسة شيماء بتعرض لنا فساتين رائعة وجديدة جدا في الأتيلي بتاعها، أتيلي محترم، مهندسة محترمة، طريقة التعامل معاها محترمة، الفستان ده كمان تحفة، لونه تحفة، وده الإكستنشن بتاعه رائع رائع. ما شاء الله، ده فستان ليه طبيعة خاصة طبعا، أي كل واحد بيلبس على حسب ذوقه، كل واحد بيلبس على حسب طبيعته الخاصة في اختيار الفستان. بجد حلو، بنوتاتنا الجمال كل واحدة وذوقها طبعا في اختيار لون الفستان أو لون اللبس. ده كمان في اللبس واللون على الطبيعة رائع جدا جدا. سواء قصة أو تطريز أو خامة، هندخل بقى على فساتين الزفاف لبناتنا الحلوين، ربنا يسعدهم كلهم يا رب. ده أول فستان، أرجع وأعيد لحضراتكم ثالث مرة إن الفساتين كلها جديدة، أول لبسة كلها جميلة، وهي عاملة عروض على فساتين على الطرحة فستان الزفاف لرأس السنة الجديدة بـ2000 جنيه بدل 3000، وكمان ممكن تاخد الطرحة لوحدها، وبتعمل عروض باستمرار مش رأس السنة بس، عروضة جميلة ومستمرة. شوف دي الفستان قد ايه جميل، بس يا بنات الروعة، القصة، تطريز، شياكة في الفستان رائعة ما شاء الله. روعة روعة، كل الموديلات روعة، حلو
حاجات كتير بتميز مكان مهندسة شيماء، سواء كانت الفساتين جديدة، روعة الفساتين، قصتها، تطريزها، احترامها، طريقتها في التعامل، طريقة جميلة. الأسعار اللي دايما باستمرار عليها، عندها العروض والتخفيضات والتعاملات السهلة والبسيطة واليسيرة مع العرايسنا والجمال، بجد شيء ورا أروع، شغل عالي جدا. دي للفستان جميل، قد ايه جميل، قصات رائعة بتناسب الكل. تناسب كل المستويات، سواء كانت محجبة او غير محجبة. شغل جميل جميل جميل. إن شاء الله أشوفكم على خير في جولة جديدة بإذن الله، نتقابل فيها في عروض جديدة في أماكن جديدة، وأتمنى أكون بساعدكم وبساعدكم في إن أنتوا تشوفوا الحاجات الجديدة اللي موجودة، اللي نقدر بيها تبقى الدنيا يسيرة بالنسبة لنا، نعرف بيها عناوين الأماكن ونقدر نوصل لها بسهولة، ونختار بيها الحاجات اللي تناسبنا بالأسعار اللي تناسبنا طبعا. شكرا لكم.